السلام عليكم، أنا الطالبة لما عشري بالصف الخامس 3، وأنا طالبة في مدرسة الابتدائية 131، وسأبدأ بتجربتي وهي كيف تتكون قطرات الماء. سأحتاج إلى وعاءين بغطاءين، وسأحتاج إلى ماء ومكعبات الثلج وكأس بلاستيكي. في البداية نصب كأس الماء في الوعاءين ونضع مكعبات الثلج في الكوب الأول، وهنا لن نضع مكعبات ثلج، وسأضع ملاحظاتي في عندما يظهر بخار الماء. وكما شاهدنا في تجربتنا أن في الكوب الذي وضعنا عليه قطع الثلج تكونت قطرات من الماء، وأيضا ألاحظ أن قطرات الماء تكونت تحت الغطاء.